الصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رح نحكي إن شاء الله بإذن الله اليوم عن ميثود اسمها سلايس، وعلى ما أظن إحنا اتكلمنا عن موضوع السلايس ده مع الري، لكن كلامنا اليوم عن السلايس كميثود inside the strings، يعني هي as a strings in the JavaScript. كلامنا عن strings، وانت عارف ان الخاصية سلايس بتاخد كوبي. فاكر لما احنا اتكلمنا عن موضوع الري؟ ها راجع كده حلقة السلايس والفرق ما بين السلايس والسبلايس والكلام العجيب اللي احنا حكينا فيه قبل كده ده. لكن احنا هنتكلم برضو عنها زي ما قلنا مع السترينجز. هي بتاخد اتنين بارامتر، البارامتر الاولاني بيكون عباره عن الستارتنج اندكس بوزيشن او البدايه فين، والبارامتر الثاني بيكون عباره عن النهايه فين. طيب اوكي نجرب كده بمثال ونشوف ماشي ازاي الدنيا. عملت سلايس ورحت كاتب 7 وعملت كنترول اس، لقيته نزل لي اي وال واي، يعني هو عمل ايه؟ ماشي نحسبها كده، ادي من البدايه 1 2 3 4 5 6 7، السبعة دولت هما اللي اتكتوا اتشالوا يا جماعة خالص ونزل الباقي منهم، تمام كده؟ يبقى انت تقصد ان طالما مفيش غير بارامتر واحد، بارامتر واحد واحد بس، القيمة الديفولت بتكون هي القيمة بتاعت البداية، وده معناه عدد الحروف اللي انت هتحاول تكتها من البداية. طب انت شلت 7 حروف هيتبقى كام؟ هيبرنت لك الباقي اللي هو عبارة عن الثلاث حروف التانيين. تمام اوكي، المثال التاني ده يا جماعة مش راح نلاقي فيه فرق؟ ازاي مفيش فرق وانت حاطط بارامتر قيمته 10؟ البارامتر يا جماعه الثاني ده عباره عن الاندنج النهايه، والنهايه لما بتكون بتساوي اللينس، يعني هنا عدد الحروف اللي حسبتهم هتلاقيهم 10، لما يكون الاندنج بتساوي اللينس بتاع التكست فمفيش فرق راح يحصل، كانك ما كنتش كاتبها يعني، عارف انت؟ لان عدد الحروف كده كده اساسا عباره عن 10، فانا اخري بيكون عباره عن حرف الاي، لان حرف الاي ده هو اساسا حرف العاشر، فاهمني؟ فمش هتلاقي فيه فرق ما بين الاثنين. طيب اوكي واحده من ضمن النقط ديت انها بتشتغل مع قيم نيجاتيف، ولو انا قلت في قيم نيجاتيف هتلاقي امر غريب حصل. انا حطيت ماينس 7، ماينس 7 راح عامل لي ايه؟ راح قط لي من القصه دي اول 3 ارقام. طيب انا عندي عدد الحروف بتكون عباره عن كام؟ عدد الحروف بتكون عباره عن 10، ولما تحط لي القيمه سالب 7 بتحس كان هو ماشي بال يعني ايه بالخلف يا جماعه. راح قال لك بص انت حطيت لي القيمه سالب 7 حاضر، وعددهم عندي بيكونوا كام؟ عددهم عندي 10، فانا هروح اخد لك العدد بس من الاخر، يعني ايه؟ هسيب لك 1 2 3 4 5 6 7 وده اللي هينزل، واروح اقتل لك الباقي لغايه لما اوصل لاخر حرف لو انا كنت شغال على اخر عدد، لو انا كنت شغال على بارامتر وبارامتر واحد واحد بس. يعني لو انا شغال على بارامتر واحد واحد بس زي اهو سالب 7، ايه اللي هلاقيه حصل؟ اللي حصل ان هو ابتدى من الاخر وراح عكس الاتجاه، اخذ لي السبعه من الاخر وقط الاولانيين. حلو جميل، خلونا ننوم دي كده ونصح السطر اللي بعد منه ونعمل كنترول اس، مش هنلاقي فرق لاني اساسا برضو الاخر بتاعي بيكون عباره عن 10. حلو تمام، بقى الفرق يا جماعه لو انا اتكلمت عن النقطه الثالثه، ايه اللي حصل هنا؟ طير لي حرف او طير لي كده حرفين. طب انا لو غيرتها خليتها 9 هتلاقيه رجع لي حرف. طيب اوكي خليني اخليها 10 كده ونمشي مع بعض سنه سنه. ادي 10 في كلهم موجودين، ده المثال اللي فوق ما فيها مشكلة، اوكي؟ طيب لو كانت 9 هيروح يقول لك في 9. بص يا سيدي انت حطيت لي البارامتر الاولاني بسالب 7، خلاص اوكي؟ جميل جدا، يبقى انا هبدا كده 1 2 3 4 5 6 7. الجانب ده اللي هيتكتب. حلو؟ جميل اوكي، يبقى انا هنزل لك دول. بصيت على البارامتر الثاني اللي جيته 9، التسعة ده عبارة عن ايه؟ التسعة ده بتاع الاندنج، يعني النقط بتاع النهايه، يعني اخر هيكون عباره عن كام بالظبط، وفي الاندنج ده راح يبدا من فين؟ راح يبدا من اول حرف خالص. هو كده اخره يا جماعه مين؟ انت عرفت ان اخره 7، يعني الجزء اللي هيتكتب من اول حرف الاي لغايه حرف الاي. حلو كده، في الاندنج انت محدد له 9، فراح يبتدي من حرف البلو يعد لك 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فيقف عند حرف الاي، يلاقي حرف الاي ده مش موجود معايا. حلو خالص، وهو اساسا مطلع اول 3 حروف، لان انت اولك من حرف الاي لغايه حرف الاي، فيروح يرشج لك الحروف من حرف الاي لغايه حرف ال. ده اللي بالظبط حصل، او دي ترجمه القصه لمين؟ اللي بتحصل لما تحط له قيم سلبه وبارامتر مع البارامتر الثاني، البارامتر الثاني قيمه موجوده.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.